مدرجات ملعب الجوهرة مفتوحة بالمجان من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم لحضور مباراة الليلة بعد أن اتخذ أيضا نفس القرار في المباراة الماضية تقديرا لدور الجماهير التي كان لها دورا بارزا في تأهل الأخضر لنهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى نقل المباراة حصريا عبر شاشة السعودية الرياضية بتغطية موسعة ميدانية وتحليلية وقراءة فنية ورصد لكل تفاصيلها. أبو زياد أبدأ من عندك، الأخضر هذا المساء أمام غانا، أعتقد أن منتخب غانا منتخب الرديف ولا لا؟ صحيح، أن غانا بتلعب في تصفيات المؤهلة لكأس العالم في أفريقيا. طيب أيضا مفيدة فنيا حتى لو كانت بالرديف؟ أنا أقول خليني يعني الناس يمكن غالبيتهم يقول ليش المنتخب السعودي لعب وليش المفروض نريح لاعبين المفروض، أنا بتصوري طبعا الفترة طبعا من قال 9 شهور أو 8 شهور، نعم الفترة 9 شهور أو 8 شهور، ولكن في شيء مهم، سيد باوزا توه جديد على المنتخب يحتاج مثل هالمباريات، يحتاج لاستدعاءات بعض اللاعبين اللي احنا كنا ننادي فيهم في فتره من الفترات، يحتاج الى القرار اللي صدرته هيئه الرياض من خلال المواليد، من خلال استقطاب بعض الاسماء اللي شفناها ومثل مختار علي ومثل فارس عبدي، فكل هالاسماء وكل هالاسماء اللي استقطبت من انديه مثل زي الباطن زي الفيصلي، كل هالاسماء السيد باوزا يمكن في حدود 34 اسم معها الان في جده، فكل هذول يبغى يقف عليهم يتعرف عليهم اكثر، في عنده وللمعلوميه في ايام الفيفا في نوفمبر في معسكر ايضا ثاني وبتكون مباريات اقوى شوي يعني مع منتخبات يمكن من اوروبا بتكون اقوى، على الاقل نكون يعني دخلنا، ولكن انا في تصوري الشغل القوي سيكون من بعد اجراء القرعه وتحديدا في 1 ديسمبر، بعد 1 ديسمبر خلاص السيد باوزا بيقف على المجموعه طبعا المجموعات من بيكون معنا في كأس العالم، بعد كذا بيبدا يقف على الاسماء اللي موجوده في الانديه من يستحق ان ينضم للمنتخب ومن في التحفظ على استمراريته، طبعا هذا ما يمنع ان نقول خلاص ما عاد بنضم، لا في اسماء بتدخل المنتخب هنا، في اسماء لا سمح الله بتعرض لاصابات، في اسماء بتبدع وبتكون لها بصمه في منافسات المحليه وبالتالي بتعود للمنتخب مره ثانيه، كل هالاشياء في يعني التحضيرات اللي جالس يسويها باوزا انا اقول برافو، خلينا نستغل كل ايام الفيفا، عندنا هذه في اكتوبر، عندنا في نوفمبر، عندنا في مارس، في مارس الجاي صحيح. ايضا بعد كذا اللي هي المرحله الاخيره اللي بتكون فيها يمكن منتخبنا يدخل فيها المعسكر الاخير اللي مع نهايه الموسم، لذلك انا اقول بالعكس هي اعداد جيد رغم انه نقابل بالعكس انا لما اقابل غانا على الاقل رديف، ولكن لا زالوا بقوه غانا وبسمعه غانا اللي يعني يقول لك لاعبينها يعتمدون على القوه الجسمانيه، يعتمدون على السرعه، يعتمدون على التصويب القوي، كل هذه تنفع منتخبنا لانه منتخبنا يعني يحتاج لها القوه، يعني لا بنيه جسمانيه طبعا احنا في اجسام لاعبينها صغيره صحيح، فالبنيه الجسمانيه مطلوبه منهم، الاحتكاك القوي يسمونها المهاره التصويب، كل هذه مطلوبه منها، فلما تبدا تحلها انت من الان طبعا احنا كلنا يعني المفروض بعضهم يقول احنا وش بنسوي في كاس العالم؟ صح كلام جميل احنا وش بنسوي في كاس العالم؟ ولكن الطموح عندنا بنسوي. اكبر لا 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 لحظه لحظه بنسوي لحظه لحظه مو انا كلامي انا انا عارف لا لا اقول كلام الاخرين ان شاء الله بنسوي انا بقول كلام الاخرين كلام الاخرين يقول احنا وش بنسوي نعم احنا نقول ما هو بنسوي في كاس العالم احنا نقول نبغى نقدم مستويات مشرفه في كاس العالم يوم رحنا في 94 كل قال انا انتم حدكم كويس برافو وصلتوا كاس العالم دهنا 16 دهنا 16 اذا الطموح عندنا الان نعيد السيناريو الى ابعد من ذلك ليش؟ لانه عندنا مجموعه احنا وش ينقصنا؟ ما ينقص شيء صحيح. طول ما شدينا واسماء كويسه واحترافيه طبقناها بشكل قوي وحماس ودعم معنوي ونوع من التنافس بالمراكز بين اللاعبين ثق ثقه كامله انه في النهايه سينتج عندنا يعني منتخب قوي يستطيع انه يقارح المنتخبات وبالتالي يعني لسنا اقل من منتخبات يعني يوم من الايام تركيا واليابان صحيح. وصلوا الى دور الاربع كوريا الجنوبيه يعني كوريا اخذت الجنوبية المركز الثالث او الرابع نعم لا وصلت الرابع فكل هال يعني لما نستحضر هالمنتخبات في بالنا انا بتصوري ان نستطيع ان شاء الله ان نصل الى مراحل متقدمه من ان شاء الله على اقل تقدير المنجل. يعني خلينا نقول دور 16 دور الثمانيه لما لا انا اقول خلينا يعني يكون عندنا هالطموح خلينا اقوياء خلينا واللي قاعد يصير الان يعطينا مؤشر كذا ان في مشروع وطني توجه دوله لدعم الاخضر خصيصا مؤكد في هذا المنجل. العمل اللي جالسين نشوفه يقدمه طبعا على
رأس الهرم اللي هو رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، والتحركات اللي جالس يعملها بدءا من يعني وقفته يمكن ودعمه القوي عاصفة، نعم دعمه القوي، قلت عاصفة فيني دعمه القوي لاتحاد القدم وقفة طبعا كل هالأشياء، كل هالأشياء يقدمها رئيس مجلس هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ كلها امتداد يعني الدولة أعطتها كلها الصلاحيات أنه يقدم أنه يقف مع المنتخب، لأنه الشيء المشرف الاستقبال الكبير اللي حظى فيه لاعبي المنتخب بعد صعودهم فترة قليلة للمونديال من خادم الحرمين الشريفين، هذه بحد ذاتها مكاسب يجب أن يستشعرونها اللاعبين أنفسهم، لأنه هم راح ما راحوا بشكل عادي، راح يمثلون المملكة العربية السعودية ويجب أن يحققون فيها إنجازات. أبو سلطان كيف